والآن متابعة الأهم الأخبار الاقتصادية مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا محمد عبدو، شكرا إلهام نمر، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً أشار إلى تثبيت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيف مصر الائتماني للمرة الثامنة على التوالي عند مستوى بي بنظرة مستقبلية مستقرة. أشار التقرير إلى رؤية ستاندرد أند بورز التي تظهر أن هناك آفاق نمو لمصر بمعدل 4% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مدعومة بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، إلى جانب الالتزام بتحقيق فائض أولي طموح. كما توقعت الوكالة تعافيا كبيرا لقطاع السياحة خلال العام الحالي مع زيادة عوائد السياحة، خاصة بعد استضافة مصر مؤتمر كوب 27، إلى جانب الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير خلال العام الجاري. انطلقت بالقاهرة فعالية مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي التاسع تحت عنوان الصناعة والاستثمار ابدأ انطلق، برعاية رئيس الوزراء وبمشاركة كبيرة من الوزراء والمستثمرين ومجتمع الأعمال والخبراء والأكاديميين. يناقش المؤتمر تحديات الصناعة والاستثمار والتمويل ومستقبل الطاقة الخضراء في ظل ما تواجهه الاقتصادات العالمية من تحديات غير مسبوقة خلال الوقت الراهن، بالإضافة إلى بحث فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومستقبل قطاع الأعمال العام وآليات التمويل وتعظيم القيمة المضافة. تشهد قناة السويس نجاحاً كبيراً منذ افتتاح القناة الجديدة عام 2016، إذ حققت خلال السنوات الماضية طفرة كبيرة في أعداد السفن العابرة. نجاح كبير حققته قناة السويس بعد افتتاح القناة الجديدة، فالتقارير الملاحية للقناة رصدت خلال الأعوام السبع التالية لافتتاح مشروع القناة الجديدة من 2016 إلى 2022 طفرة كبيرة في أعداد السفن العابرة، وذلك بعبور 135 ألف سفينة مقابل 125 ألف سفينة خلال السبع سنوات السابقة للافتتاح، بزيادة قدرها 8%. كما بلغ إجمالي الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال السنوات السبع الماضية ما يزيد عن 8.2 مليار طن مقابل 6.2 مليار طن خلال الأعوام من 2008 وحتى 2014 بفارق ملياري طن وبنسبة زيادة قدرها 32%. يأتي هذا التنامي رغم التحديات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من الأزمات العالمية، وهو ما انعكس في تحقيق طفرة كبيرة في حصيلة إيرادات القناة مقومة بالدولار خلال السنوات التالية لافتتاح القناة الجديدة، محققة أعلى عائدات سنوية في التاريخ بإجمالي 41.7 مليار دولار مقابل 35.4 مليار دولار خلال الأعوام السبع قبل الافتتاح، وبنسبة الزيادة بلغت 17.8%. وعلى صعيد الجدوى الفنية، نجحت قناة السويس الجديدة بزيادة الطاقة العددية والاستيعابية، ليصبح متوسط أعداد السفن المارة العام الماضي ما يقرب من 68 سفينة يومياً مقابل 47 سفينة كمتوسط يومي للعبور عام 2014. كما ارتفعت قدرة القناة على استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة بعد زيادة عمق القناة إلى 24 متراً، بما ساهم في رفع التصنيف العالمي للقناة ومكنها من مواجهة تحديات المنافسة مع الطرق البديلة، فضلاً عن تقليل ساعات عبور السفن إلى النصف من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط. كما أثمر مشروع القناة الجديدة عن زيادة معدلات الأمان الملاحي بزيادة الأماكن المزدوجة، بما عزز من قدرتها على التعامل مع حالات الطوارئ.
في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط وسط مؤشرات على قوة الإمدادات النفطية الروسية. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.9% لتستقر عند $86.66 للبرميل. هبط سعر الخام الأمريكي بنسبة 1.6% إلى $79.69. كذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 3.29% لتصل إلى $3.18 للتر. في المقابل صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.4% لتسجل نحو $2.85 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ذكرت وسائل إعلام صينية أن رحلات عطلة رأس السنة القمرية الجديدة داخلياً ارتفعت بنحو 74% عن العام الماضي بعد أن ألغت السلطات قيود كورونا التي أعاقت حركة السفر لثلاث سنوات. كشفت تقارير حكومية عن تسيير نحو 226 مليون رحلة محلية عبر جميع وسائل النقل، وذلك مقارنة بحوالي 130 مليون رحلة داخلية خلال أسبوع العطلة العام الماضي. وتعد السنة القمرية الجديدة أهم عطلة في الصين، ويتوجه خلالها عدد كبير من السكان العاملين في المدن الساحلية إلى مسقط رأسهم وقراهم لزيارة عائلاتهم. مشاهدين، نهاية هذه الجولة الاقتصادية. عودة مرة أخرى لإلهام ومحمد لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة خليل.